بقول لك يا اخويا، الناس كانت بتسأل على تلاجة رخيصة موجودة عندك. موجودة يا باشا، انت ابن حلال والله. لسه التلاجات كلها جاية دلوقتي. تعالى كده معايا. الله يبارك لك. عايزين ارخص حاجة في مصر. ارخص حاجة موجودة في مصر. شايف التلاجة دي؟ دي تلاجة همبورج 14 قدم. جميل. بتكون دي فروست. الضمان بتاعها 5 سنين. الله اكبر. الرف بتاعتها بتكون سلك. الله اكبر. فيها درجين للخضار. فيها الرف بتاعتها بلاستيك. عليها ضمان بقى دي يا اخويا؟ عليها ضمان 5 سنين. 5 سنين زي الفل والله. 5 سنين ضمان. مش هقول لك لا 13000 ولا 14000 ولا 15000 زي ما الناس بتقول. تمام. تصلي على النبي. اللهم صل وسلم. تصلي على النبي. اللهم صل وسلم. اللي يصلي على النبي وبيحب الصلاه على النبي يدوس لنا رايك بايديه. التلاجه ديت ب 11000 جنيه بس. جميله والله. شايف التلاجه دي؟ حاجه ثانيه. دكتور ستار. جميل. 12 قدم. دي موجوده عندي في بيتي. تلاجه محترمه وجودتها كويسه زي الفل. دي بتكون دي فروست بالكامل، ضمانها 5 سنين، عرفه بتاعتها سلك، الموتور بتاعها امبراتو برازيلي، حاجه كويسه ومحترمه. مش هقول لك 15000 ولا 14000 زي ما الناس بتبيع. تخيل انت كده السعر كام؟ 12000 ونص بس. بس مش بس كده كمان، تعالى اوريك بقى التحفه الفنيه بتاعتنا. شايف التلاجه دي؟ دي من ايه؟ بشاشه ديجيتال، ضمانها 10 سنين. دي بتكون دي فروست، بتعمل قشر تلج بسيطه. الفليزر بتاعها يشيل معاك لحد عدل. التلاجة من تحت تشيل معاك خروفين. دي الرف بتاعتها ازاز بايركس ضد الكسر، رفين فيها درج خضار، جوده وضمان 10 سنين. تخيل انت بكام؟ بكام؟ الناس بتقول فيها 16000 و17000. تخيل احنا هنبيع بكام؟ بكام؟ ب 14000 ونص بس. بس اللي يعرف يتحدانا في الاسعار يتحدانا. الله اكبر. انتظرونا في عروض جديده ان شاء الله. مكانك فين؟ مكاني في شبرا الخيمه، شارع ال 50 قدام مكرونه العسكري. منتظرينكم تزورونا، وموجود عندنا توصيل لاي مكان في مصر. سلام.